السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديال أم طه، ومرحبا بالناس اللي انضموا مؤخرا للقناة. إن شاء الله نقدم لكم هاد الغديوة البسيطة بهاد الخيطات ديال الدجاج الكتابة. كتجي وصفة رائعة وبسيطة في متناول الجميع. نخليكم تشوفوا الفيديو حتى الآخر باش عارفون كيفاش درت ليه. نوريكم الحشو اللي كيكون داخل، ها شفتو خوماج. بالنسبه للعجين عندي 400 ديال الطحين ديال الفرص، عندي 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقه كبيره اللي غادي نذوبوها، معلقه صغيره ديال الملح، 2 معالق كبار ديال حليب مجفف نيدو، عندي واحد كيس ديال خماره الحلوه، واحد البيضه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال المعجونه، وغادي نجمع بطبيعه الحال بالماء. الروبو ديالي غندير بغيت تعجبو بيديكم عجنو، بغيت ديرو العجان اللي بغيتو. انا غنديرو هنايا، هنا درت الطحين، غندير الخميره، الخماره اللي درتها غربلتها مع الطحين، نيدو والملحه، الزيت، الزبده مذوبه، والبيضة، وندير الماء، وندير كلشي كيتعجن. للحشو عندي واحد البصلة كبيرة مشلضة، هنا تقريبا خصنا ربع، وهنا عندي كتر من ربع ديال الكفتة. خذوا اي كفتة دجاج بي اللحم اللي بغيتو. عندي واحد ياغورت ناتورال، عندي 150 غرام، ناخذ هنا 150 غرام ديال فرماج غابي، فرماج محكوك، عندي الاعشاب المنسمه، عندي الابزار، وعندي الملحه، وبطبيعه الحال الزيت حتى هو الزيت باش غادي نطيبو. ندير الزيت سخون، ديما سخن المقلايه الاولى عاد دير الزيت. شوف دابا كيفاش الزيت دغيا سخن ليا، ندير البصله، نحرها مزيان حتى تنزل، دابا غندير الكفتة، نحاول نطيبها حتى تفرتت. دابا كنزيد الملحة، البزار، اعشاب منسمه، نخلط هادشي حتى ينسجموا بعضياتهم. ملي طاب كلشي غنزيد الدانون، عندكم لاكخيم خجيط كلا ديروها، اللي معندوش يدير هاد الدانون بحال بحال. نخلط الكل حتى ينسجموا الحين من فوق النار ديالها، هي موجودة، الحشو هو موجود. دابا حيت غيبرد شوية نزيد ديرلو فرماج غابي من الفوق، نزيدو ليه، وعندي هنايا البطاطا اللي درت ليها نص سلقة، كتصحوا الذوق ديالكم، زيدوا مليحه ولا بزيره. نبداو ان شاء الله واحد لا بارتي من العجينه، نسرحوها بالدلاك، حاولوا ما تخليوهاش غليظه. كنقطعوا دوائر بحال هكا، كنديروا شويه الحشو وواحد البطاطا، وغادي نهزو كل وحده، وغادي نحاولو نجبدو وحنا كنلصقو فيها باش نعطيوها الشكل ديال الخيط تاع الدجاج. شتو كتجمعو بحال هكا، نتوما كتزيرو.
شنو كتعطيوها في خيط تاع الدجاج. ثاني هذا الشكل هذا تبقى حتى كتكملوا كل شيء وكتحطوه عاد نكملوا العمليه ديال القلي ديالو. عندي انا كملت عندي لا شابلور، لا شابلور اللي كنصبها في الدار الخبز تيبقى كنديرو ملي كنكون عندنا عجن الفرن كيكون سخون كنقطع الخبز طريفات وكنديرو فيه وكيكرم تنطحنو. وعندي هنا البيض درت فيه الملح والبزار نبداو ان شاء الله بسم الله نبداو بهاد نديرهم في البيض نحاولو بشويه باش ما تخسروهمش. من بعد الشابلور بحال هكا نعطيهم كلهم، واخا ديرو فيهم العيب بلي تيدي لهم البيض والشابيون ما تيبانش بحال هكا وكتخليهم وتصفوهم تتكملو الكميه ودا تقليو في الزيت. نقليهم دابا في الزيت الساخن صرا تاي تنفخ شويه حيت قالك صغار في الاول ملي كيبداو يتقلاو كيتنفخ شويه. شنو كيبانو فخيضات فخيضات حاولوا ما ديروش العافيه مجهده وسطوا عليهم العافيه باش يتقلاو. ها ما شفتو ملي كيتقلاو فخيضات فخيضات كيجيو رائعين. نتمنى تجربوا الوصفه تنجح معكم ان شاء الله. تلقاو فيديو جديد وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نوريكم الحشو اللي كيكون داخل شفتو خوماج. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي روعه روعه روعه. بالنسبه للحشو راه حشو غزال كيجي لذيذ وبمذاق رائع. وبالنسبه للفخوماج الا بغيتو ديرو فخوماج موزاريل وتخلطو مع الفرماج حمر راه كيجي احسن وألد. وكتحصلوا على واحد الشيوه اللي هي غزاله وصيفيه تنفعكم فهاد الصيف. اتمنى تجربوا ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. انا رفقتها بالروز عادي سلقتو درت له سوطيتو في شويه الماء المليحه وبزيره وشويه الزبده والزيت وشويه الكمون. الكمون كيعطي واحد لذه الروز غزاله.